السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وطبعا شباب اليوم مقطعنا عن السيزون السادس والتغييرات اللي صارت بالسيزون السادس، بس قبل نبلش المقطع أتمنى من كل شخص يشوف المقطع مش مشترك بالقناة أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس حتى نوصل 200 ألف مشترك، ربي يسعدكم على كل شيء. ونبلش يا شباب بالتغييرات اللي صارت على الماب. طبعا لو شفتوا الاعلان شباب راح تفهموا لحالكم التغييرات اللي صارت من الماب، خصوصا صارت بلوت ليك اكبر تغيير. بوريكم الخريطه شباب قدامكم، شوفوا كيف لوت ليك تغيرت، والبيت اللي بلوت ليك بالوسط ارتفع فوق وصار طاير بالسماء. تمام، وفي بالارض زي ما تشوفوا اماكن عليها زي لون بني، طبعا هذه اماكن زي كيف الاحجار بس بتخليك تختفي لو تاخذ حجر لمده ثواني، لو استخدمت هذه الاحجار بتخليك تختفي لمدة ثواني وممنوع تستخدم سلاحك، ما تقدر تستخدم السلاح، بس عليك انك تركض لانها راح تزود سرعتك بنسبة بسيطة وما راح تقدر تستخدم سلاح. وننتقل للشيء الثاني شباب، تم اضافة القلعة، ومثل ما قلت لكم تسريباتي كنت انزلها انه راح يضيفوا قلعة، طلع كلامي صح واضافوا القلعة بهانتد هيلز. والشيء اللي بعده شباب، تم اضافة حقائب الظهر بشكل حيوانات، وهذه الحيوانات تتحرك يا شباب، تمام؟ تم اضافتها باللعبة. وصلنا ننتقل للاشياء تم حذفها والاشياء تم تقليلها، وهذه القنبله يا شباب تم حذفها من اللعبه لكنها موجوده فقط بالبلاي جراوند، تمام؟ طور البناء موجوده. وثاني شيء شباب، تم حذف هذا السلاح اللي تشوفوه قدامكم، ما بعرف ليش حذفوه، وتم حذف الباونسر للاسف، اكثر شيء زعلت عليه هو الباونسر، تم حذفه من اللعبه بدون اي سبب. والسلاح اللي بعده شباب هذا الاستم دي كمان تم حذفه من اللعبه. وننتقل هسه للدبل بارل، تم تقليل دمجه الى 110، تمام؟ صار دمجه 110 تم تقليله. والسي 4 تم حذفه من اللعبه بس لكني مش متاكد اذا تم حذفه ولا لا، بس على الاغلب تم حذفه من اللعبه. وهسه ننتقل يا شباب لسكنات السيزون السادس جميعها، ومثل ما تشوفوا هذه صوره انتظار للسيزون السادس، وهذه جميع السكنات. طبعا سكن الذيب شباب يكون تاير 100 ويتعدل عليه 3 تعديلات مثل ما شفتوا بالاعلان، وسكن البنت بالوجه هذه البنت كمان تتعدل، يعني هم سكنين اللي يتعدلوا، سكن البنت وسكن الذيب. وبس شباب هذه كل الاشياء اللي عندي اليوم، فبدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات اكثر سكن من السكنات تشوفوها قدامكم عجبكم. وقبل ما نختم المقطع يا شباب، انتم بتعرفوا اليوم اني راح انزل مقطع التحديات اول ما تنزل التحديات، فتاكدوا انكم مفعلين زر الجرس عشان لما انزل مقطع التحديات يوصلكم اشعار اول باول. وبس شباب هيك بنكون وصلنا لنهايه مقطعنا، فاتمنى لا تنسوني من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين بالقناه انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى نقدر نوصل 200 ألف مشترك قريبا، وربي يسعدكم على كل شيء. مع السلامه.